كتير بنسمع جملة حتى انت يا بروتوس لما بنتكلم عن غدر الأصحاب، بس مش كل الناس تعرف انها كانت اخر كلام قاله يوليوس قيصر وهو بيموت بعد ما اتغدر بيه من اقرب واحد ليه. يوليوس قيصر كان واحد من اشهر واهم الناس في تاريخ روما القديمة، كان عسكري وسياسي شاطر جدا، وكان كمان خطيب بيسحر الناس بكلامه وكاتب ممتاز. الراجل ده كان معروف بإنجازاته الكبيرة اللي حققها في حياته ونجاحاته في الحروب اللي خاضها، وكان ليه دور كبير في توسيع حدود الإمبراطورية الرومانية. قيصر كان شاطر في إدارة الأمور السياسية ونجح إنه يلم شمل الإمبراطورية ويوحدها تحت سلطته. بفضل قدراته الفريدة قدر يحل مشاكل كتير ويحقق إنجازات عظيمة في وقت قصير. كان كمان عنده رؤية سياسية بعيدة المدى وعرف إزاي يستغل الفرص عشان يحقق أهدافه. كان بيدور دايما على مصلحة روما وشعبها، وده اللي خلى الناس تحبه وتحترمه. رغم كل نجاحاته دي كان قيصر طيب القلب ومحب للكتابة والأدب، حتى البلاد اللي غزاها ما كانتش بتصفه بالوحشية زي باقي الغزاة، لكن طيبته دي كانت نقمة عليه في السياسة اللي كانت مليانة مكائد ودسائس ضده من النبلاء اللي ما كانش عاجبهم تقليص صلاحيتهم. كان في عدد كبير من النبلاء اللي مش عاجبهم ان قيصر ياخد منهم صلاحيتهم ويحجم نفوذهم. الناس دي كانت بتشوف ان قيصر بيسيطر على كل حاجة وبيحاول يتحكم في كل حاجة بنفسه، وده كان بيخليهم يحسوا بالاحباط والنقمة. لما رجع قيصر لروما بعد سنين من الفتوحات والانتصارات ما كانش النبلاء فرحانين برجوعه، بالعكس كانوا خايفين من وجوده لانهم كانوا عارفين ان وجوده هيقلل من نفوذهم وسلطتهم. ورغم انهم استقبلوا بترحيب وكلام حلو كانوا بيخططوا لقتله في الخفاء. اللي خطط للمؤامرة كان غايوس كاسيوس، واحد من النبلاء اللي كانوا حاقدين على قيصر. كاسيوس كان شايف ان لازم يخلصوا من قيصر بأي طريقة عشان يقدروا يسترجعوا سلطتهم ونفوذهم. فكر في خطة جهنمية عشان يغتال قيصر من غير ما يتحمل هو لوحده المسؤولية. قرر كاسيوس انه يغتال قيصر بطريقة ما تخليش حد يقدر يلوم شخص واحد على الجريمة. فكر انه يخلي كل النبلاء يشاركوا في الطعام عشان محدش يقدر يقول ان ده الشخص اللي قتل قيصر لوحده. ونجح كاسيوس في اقناع معارضي قيصر ومعاونيه بضرورة اغتياله لانقاذ روما. في اليوم الموعود في سنة 44 قبل الميلاد دخل قيصر لمجلس الشيوخ. كان كاسيوس والنبلاء مستنيينه وكل واحد فيهم ماسك خنجر. أول ما دخل قيصر بدأ كاسيوس الطعن في رقبته، وبعده النبلاء بقوا يطعنوا فيه واحد ورا التاني. قيصر كان بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل وهو غرقان في دمه، وكان بيحاول يدافع عن نفسه بس الطعنات كانت كتير ومش قادر يصدها. لكن اللحظة اللي صدمت قيصر بجد كانت لما شاف بروتس صديقه المقرب وأمين أسراره بيتقدم نحوه بخنجره. استسلم قيصر وقال جملته الشهيرة حتى انت يا بروتوس، كناية عن صدمته من خيانة أقرب الناس لي. بروتوس رد عليه وقال أنا بحبك بس بحب روما أكتر. فرد عليه قيصر بكلماته الأخيرة إذن فليمت قيصر. وقع قيصر ميت عند رجلية تمثال بومبي، وطعنات النبلاء هي اللي قتلته، بس طعنة بروتوس هي اللي وجعته في قلبه. القصة دي بتعلمنا ان السياسة مليانة غدر وخيانة، وان حتى اعظم الشخصيات ممكن تتغدر من اقرب الناس ليها. القصة دي بتفكرنا ان حتى الاصحاب المقربين ممكن يغدروا بيك في لحظة. الطموح والمكائد السياسية ممكن تحول الاصدقاء لاعداء، فلازم دايما نبقى حذرين وناخد بالنا من اللي حوالينا ومين بنثق فيهم. القصة دي بقت رمز للخيانة والغدر، وهي دليل على إن الإنسان لازم يكون حذر في اختياراته وعلاقاته.